إليسا فنانة أثبتت نفسها وتفوقت وناصرت قضايا المرأة بأغنية. برأيك شو اللي مطلوب من المرأة لتقدر تبدع وتثبت نفسها بالمجتمعات الذكورية؟ حقيقة أنا برأيي رح يضل في مجتمع ذكوري طول ما هي المرأة مش عم تقدر تدافع عن حالها. أنا قلت بأغنية من أغنياتي أنه كسري صمتك، لأنه لا الكوتا ولا القوانين بيقدروا يعملوا لها حقوق غير ما هي تحكي، وهي يعني تتخابط ومن كل قلبها تدافع عن حقوقها وتطالب بحقوقها. سمبلي إن شاء الله.